السلام عليكم خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مبروك عواشركم، كي بقيتو؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير. ان شاء الله نشارك معكم هاد جليل بات ديال الكليان اللي وجدوا لي ديال العيد، وديال 27 جليل بات صغار. كيما شفتو هادي جليل بات في الزرق وخيتها بالاورنج، في هذاك الطريزه تما في الصدر وحيدة هابطة لتحت. هاد الجليبة جات زوينة خفيفة، غير بطريسنات وتدريس رقيق. هادي ديال واحد الكليانة طلعت لها زوينة تبارك الله. هادي جليبة حتى هي سامبل توب ديال الكريب، وفيها عقيدات هنا باللوان. دخلت لها ثلاثة ديال اللوان، اللون ديال الجلابة، وواحد في الزيتي الديغرادي، واحد في البيستاج، وفي هذاك الزواق ديال البرشمان كما شفتو. دايره لها في الكتاف وفي الهبطه. هذه جلابه بلديه حتى هي جات زوينه وخفيفه. كاين اللي كيبغي هادشي خفيف، ما كيبغيش الطرز ولا التنبات، كيبغي داكشي يكون سامبل. هذه جلابه في الزيتي كما تشوفوا، هذه كلها بتنبات، دقيق المهرس رقيق، القب والدورة ديال الكمام والجناب، كل شيء منبت بالحجر الرقيق. هادي طلعت زويونة، داك العريشات فيها داك الرشيمة جاية رومية كما كتشوفوا الافتتاحات. هادي جلابة ديال بنت لوسي حتى هي طلعت لها زوينه، تلبسها بالصحه والراحه ان شاء الله. كاين اللي كيبغي هاد العام، راه خرج العقيق موضه بزاف. هادي عاود هاد اللوين هذا في الخضر حتى هي سامبل. هاد الجليليبه العقيدات رقاق بلديين وطريسنات، طراسن غير كيبقين. درت لها داك الزوق ديال البرشمان في الهبطه، دخلت لها الديغرادي ديال التوب، جات هي خفيفه تدريس غير قيوق في الكمام وفي القب. قلت علاش لا ما نشاركش معكم هاد الجليبات اللي وجدوا لي ديال الكليان. هادي جلابة هي فيها تنبات كما شفتو خفيفة، فيها واحد سليتات في الصدر والكميمات، عقيدة رقاق وطريسنات رقاق، حتى الكمام فيهم نفس الموديل اللي في الصدر، حتى هي طلعت زوينة تبارك الله. يلبسوهم ان شاء الله في الصحة والراحة مواليهم. هادي راها كتافها عاديين ماشي بلديه، كتافها جايه كتاف واقفين. هادو جليلبات الصغار، هادو بالعقيق التوب ديال الكريب. الكريب كما كتعرفوه كيجي زوين في اللبسه. كما كتشوفوا درت لها داك العقيق ديال الدمعه والسيبور في الهبطه وفي الدورات ديالو افتتاحي، خدمت بها الجلابه كامله. وخلاص درت لها الوريضه في الصدر وفي الكميمات، حتى هما طلعوا تبارك الله زوينين. البنيتات هادو 27 ان شاء الله. هادي جليليبة هي صغيرة في الصفر، وخيطتها بالعقيق مهرس في الكحل، ودرت لها فراشات ثلاثة كما كتشوفوا، جاو على داك الشكل، جاو روميين زوينين. ودخلت لها هادي الموزونة في الصفر وفي الغوز حتى هي طلعت زوينة هاد الجلابة. هذا موديل عاود بوحدو، زواق مغاير على الاخرى الاولى، كتشوفوا خدمتها كلها بالسيبور
وبالعقيق، العقيق المزيان الحار ماشي هذاك العادي ديال الزلاج. الزلاج كما كتعرفوه راه كيكون زايد في الثمن وكيكون زوين، ما كيتقشر ما والو، كيبقى واخا كيتصبن واخا كيتلبس بزاف ما يوقع له حتى شي حاجه. هاد جليبة هادي في الشيبي حتى هي درت لها، خدمتها بالعقيق مهرس كلها، دخلت لها 3 ديال اللوينات حتى هي كتاف طايحين، ودرت لها داك الزويقات في الكمام. بصحتهم وراحتهم البنيات هاد العام، البنيات داروا جلالب بزاف، ما داروش القفاطن بحال شحال هادي كانوا كيديروا القفاطن الباسي. هاد العام الأغلبية داروا جلالب، جلالب كيبقاو لهم كيتلبسوه في سير الأيام، يتلبسوه في العياد، يتلبسوه في شي مناسبة ولا حتى خريجة ولا نهار الجمعة، ماشي بحال القفطان كيدار غير من المناسبة ولا إلا كانت شي حفلة، إلا كان شي عرس، إلا كان شي سبوع. جلابة راه كتلبس في سير الأيام. هادي جلابة في الأورانج وتخيطت بالصفر، ودرت لها داك الشويشات في الصدر وفي الكمام، جات خفيفة ولاتها بغاتها غير هكا البنيات، عندها جوج بنيات. هذه الأورانج وفيه درت لها العقيق مهرس في الذهبي وحجيرات في البيستاج، وعندها هذه عندها قميص من التحت في الشبكة كما كتشوفوا، غلفت لها القب باش تجي داك الشبكه باينه وغاده مع القميص، قميص في الشبكه، ودرت له داك الحاشيه من التحت كما كتشوفوا بحالها بحال الكمام، كتجي مشنفه من التحت وفي الكميمات باش كيجي القميص طول من الجلابه شي شويه، كتجي باين كيجي من الكمام ومن التحت كيجي طويل. وهادي في الصفر، جلابة في الصفر وتخدمت بالزرق كما كتشوفوا، درت لها هي بحال الاخرى داك الاورانج، شويشات في الكتاف وفي الصدر حتى هي خفيفة، هادو كيطيحوا رخاصين وخفيفين وفي نفس الوقت كيجيو زوينين، جليبات بلديين في كتاف طايحين هادو كلهم.